على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ انطلقت معركة من نوع خاص، سلاحها العقول وجنودها 500 طالب وطالبة من مختلف 66 جامعة إفريقية وعربية في مجال البرمجيات. أما الصراع فهو على حل أكثر المسائل الرياضية تعقيداً باستخدام لغة الكمبيوتر، بين قوسين البرمجة. هذه الفرق هي أفضل الفرق الموجودة على مستوى الوطن العربي وأفريقيا، اللي هي بتتبارى اليوم للوصول إلى أفضل الفرق اللي هتمثل هذه المنطقة من العالم في المسابقة العالمية اللي هتعقد في روسيا في يونيو 2020. من الحاجات المفيدة جدا طالب بيكسبها في المسابقة دي اللي هو التيم وورك، إزاي ثلاثة يبقوا شغالين على حل مجموعة من المسائل، يفكروا مع بعض ما يتخانقوش، اللي بيشتغلوا تحت ضغط عصبي عالي جدا، إنه بيبقى قاعد قدام مكنة واحدة يكتب مسألة كمبيوتر يقول له دي غلط يحاول يصلحها، يكتب تاني يقول له غلط، بيعرفوا ازاي يديروا هذه الحكاية. وطبعا دي من الحاجات المفيدة جدا للطالب هنا في المسابقة دي. المسابقة بتعتبر حضانة للموهوبين في ريادة الأعمال، وده عامل كبير في جذب الرعاة والشركات الكبرى لاقتناص العقول المذهلة وضمها لمجموعات العمل، خصوصا ان الطلبة المنافسين هم منتقين من 10,000 طالب وطالبة حاولوا الوصول لتصفيات مسابقة ACBC. احنا بنستثمر في شركات عامة، وعايزين الشركات اللي عندنا بيكونوا دايما عندهم متطلبات ان هم يجيبوا احسن ناس يشتغلوا عندهم، فلقينا ان احنا نوفق ما بين الاثنين، ان سبونسر ونكون جزء في تكبير المسابقه دي، هيفيد جدا الشركات بتاعتنا اللي هم في وقت التعيين وقت كل حاجه اللي هم يلاقوا احسن ديفلوبرز من البدايه خالص من المنبع يعني. بالطبع مصر تترأس حاليا الاتحاد الافريقي وتنظيم منافسه البرمجه من خلال الاكاديميه العربيه للعلوم والنقل البحري، هو بالفعل مثال آخر يؤكد على قيادة مصر في المنطقة. ومن دواعي اهتمام السفارة الأمريكية هو رعاية مثل هذه المسابقة التي بمثابة منصة هامة للشباب المطورين وفرصة تمكنهم من التواصل مع كبرى الشركات في مجال البرمجيات. مسابقة ACBC للبرمجيات بينظمها المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والمدة 5 ساعات خاض المنافسة 132 فريق، كل فريق مكون من 3 أشخاص، وكل مسألة بينجح الفريق في حلها بيتم إعطاؤه بالون، وبعد نهاية الماراثون بيتم حجب النتيجة النهائية علشان نعرف مين من الفرق هيتأهل للمسابقة الدولية بموسكو. بصراحة يعني أنت لما بتشارك وتحتك بالفرق التانية بتعرف في مستواك فين بينهم، واصل كده كده هي المسابقه عامه كويسه عشان اتاهلك ان انت تبقى بروجرامر احسن يعني. المشاركه بالاي سي ام هي بتخليك تفكر بشكل مميز، تفكر اوت اوف ذا بوكس مثل ما بنقول، دائما في شيء جديد عم تعلمه، دائما في افكار جديده عم تطبقها، دائما في مهارات جديده عم نكتسبها، فهو تمرين العقل المستمر بمختلف الشغلات اللي عم نساويها بحياتنا مو بس بدراستنا. المشاركه بهاي المسابقات كثير كويس بالنسبة للطلاب، خصوصا بمجالات الكمبيوتر ساينس والأشياء القريبة منها، حيث أنه الواحد بيصير فيه عنده السكيلز أنه يقدر يبرمج ويحل مشكلات بشتى الأنواع، فممكن كثير بتفيد الناس حتى بحياتهم العملية وبرضه بالشغل وغيرها، وممكن تؤدي إلى أنه الواحد يصح له فرص أنه يتعاقد مع شركات كبيرة ويشتغل فيها. وبين أحضان جبال شرم الشيخ وفي أجواء بدوية كلها حماس وترقب، تم الإعلان رسمياً عن النتيجة النهائية. الحمد لله يعني شعور لا يوصف يعني، فعلا مبسوطين جداً يعني، وخصوصاً أنه هاي أول مرة فريقين من نفس الجامعة من نفس البلد يطلع المركز الأول والمركز الثاني مع بعض يعني، هاي كانت حاجة ما مرت قبل هيك بتاريخ المسابقة كلها. أنا من مستوى الشخصي استفدت كتير جدا من المسابقة، اتعلمت ازاي الواحد يفكر ويبدأ يحل المشاكل، ومنها الواحد بيقدر يستفيد من الكلام ده في الشغل، وان شاء الله في المستوى العالم احاول احقق مركز احسن من كده، والواحد يحاول يأدي ويحقق انه يبقى شامبيون لأفريقيا والوطن العربي. علي كنعان. بكده بيوصل 11 فريق اتأهلوا لنهائيات المسابقة الدولية للبرمجة بموسكو علشان تبدأ معركة أخرى من العقول في العام المقبل. أحمد عبدو، MBC مصر.